مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس اللي مشتركه عندنا وكل الناس اللي مش مشتركه عندنا. متنسوش قبل ما تتفرجوا صلوا على النبي وصبح للجميل تعمل لنا لايك واشتراك وشير وتخشوا على القناه عشان يجي لك كل جديد. طبعا ناس مننا ياما بيشتروا كلاب من صحابهم او مودي كلبك عند حد صاحبك او جالك كلب استضافه او اي حاجه. طبعا الكلب اول ما بيجيلي لازم اطمن على الكلب اللي داخل لي مكاني اللي انا اعمل ايه، ابص على الكلب الاول في حشرات او لا، لو مثلا فيه او ما فيهوش اديله ابره مثلا ديكوماكس تحت الجلد، او انا لو ما عنديش ارش عليه عشان ما يعديليش المكان بتاعي. تاني حاجه ببص على الكلب، الكلب لو خاسس يبقى اول حاجه هبص هعملها هعمل ايه، هدي للكلب شوربه، لو ان مش النهارده ممكن بكره ما اضمنش هو اكل او لا، هديله شوربه على الريق. وبعد كده اشتغل مع الكلب مثلا بعلاج او ببرشام او اي حاجه، زي الكلبين اللي عندنا دول اهو زي ما شايفين الكلبين جايين خاسين اهو. اول حاجه هعملها هعمل ايه، هدي للكلب شوربه عشان الكلاب خس، واديهم حاجه مطهر معوي فلاجين او انتينال عشان تنضف ايه المعده، وادي الشوربه واجي تاني يوم ابتدي بقى مع الكلب لو في ايه لا قدر الله اي حاجه. لازم تطمن على الكلب اللي داخل لك عشان ما تاذيش نفسك او تاذي الكلب، ممكن الكلب يكون جاي تعبان لا قدر الله يتعب كلاب عندك وانت تتعب معاه. وانتظرونا في فيديوهات جديده.